دول ال 25 لاعب اللي فاضلين من ال 50 اتقسموا على فرقتين، ده الماتش الاخير اللي على اساسه سيتم تحديد مسار الكشافين والمدربين اللي بيتفرجوا اللي هيختاروا ال 10 لعيبه وهيسافروا اسبانيا. توفيق للعيبه، ان شاء الله نشوف ماتش حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، الكابيتانو للموسم الثاني. الموسم الثاني شكل ثاني، هنتابع مهارات من اول وثاني. على شمالنا بالاسود فريق احمد الكاس، على يمنا طارق السيد. الكره بتروح على اليمين، ياخذ الكره، عايز يعدي، يعدي من واحد واثنين، يكمل لكن يدخل الدفاع ويرجع الكره للحارس اللي يلعب الكره. تقلش الكره دي، ممكن تعمل خطوره، الكره دي ممكن تعمل خطوره. علاء البدوي بيدي فاول لحمو. ماشي اسماعيل، اسماعيل قدر الكره. ادي الكره في العاده، محمد عم حمو ابن القاهره، ابن قاهره المعز، عز الرجال وعزيمه الابطال. يلعب الكرة أشرف راضي، ويتصدى الحارس بثبات انفعالي عالي. أول تهديد على المرمى كان من كرة ثابتة نفذها اللاعب محمد أشرف. ماندو 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 ماندو، هنا الحتة دي فاضية عبالها ما يجي عبد الرحمن. مرة تانية في اليمين، تروح حميدو، يدخل يطلع الدفاع كويس قوي، يجري عند ابو السعود، ابو السعود، ابو السعود، ابو السعود، واحد واثنين، مره واثنين، يلعب الكره لقدام. يا لعيب قوي يا ايمن، يا على السعود، يلعب الكره يا ولد يا ايمن. بص التمريره في الاعاده الاجاده، حلوه 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 حلوه، اداله كره انفراد في الميعاد ولكن حبه. طبعا اللي قدام حضراتكم خبراء في كره القدم من اسبانيا. مرة تانية ماندو على الأرض، حلوة قوي، ادى تحت فرصة للحكم ولكن تتقطع كرة. يا ولد يا ولد يا حماد، يخلص الكرة حلوة قوي، تروح عايز يعمل عند محمد عصمت. يا ابن أسيوط، يا ابن أسيوط، بياخد أماكن عالية قوي محمد عصمت. ابن أسيوط مهاجم كويس قوي، لسه ما جاتلوش الكرة، ما حدش تناغم معاه. مرة تانية عند لوكاكو، محمد أشرف، حط جاز، نص الملعب يطلع كرة حلوة قوي، حلوة لسه بحضرتك بقول لكم. ابن اسيوط، ابن اسيوط، ابن اسيوط، محمد عصمت، محمد عصمت، انفراد تام تام تام، هام 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 هام، وهات يا ولد يا ولد، لا 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 لا، وسمكة والحركة، لا لا لا، ده هدف سينمائي. ابن اسيوط لدي الكرة هدية لسمك، عنده الحركة. محمد السيد ابن الشرقية استغل اللاعب محمد عصمت خطأ مدافع منافس علشان يخطف الكرة ويمررها لزميله محمد السيد، سمكة اللي قدر يسجل بيها هدف التقدم لفريق كابيتانو 3. لصالح طارق السيد، مرة تانية تمرير، تروح على الأرض، يرجع كرة حازم اليماني. يلا يا إسماعيل، إسماعيل لسه بدري يا إسماعيل قوي، تروح لكاس. اهدى 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 اهدى. عبد العزيز يلعب الكرة في الشمال، يعدي حلوة قوي ويلعب الكرة لقدام عند ابن أسيوط مرة تانية. لا لا لا، ابن أسيوط يفوت، ابن أسيوط يعدي. بيقول له اوفسايد، اوفسايد، لا يا كابتن، فار يا كابتن. بعدها بدقايق بيقرر محمد عصمت ان هو اللي يسجل المره دي، لكن فرحته بالهدف اللي جابه ما كملتش بسبب الشكوك في وجود حاله تسلل، وهنا كان لازم يتدخل الفار. مش اوفسايد، مش اوفسايد، لا اوفسايد، اوفسايد. يلا زياد، يلا زياد،
فريق كاس يا ما قالوا الناس بنحبك يا كاس. تقطع الكورة لوكاكو لوكاكو جول يشيل من على الخط يا عزيزو يا عزيزو واحدة كمان شوت يا راجل يلعب الكورة مرة تانية يشوت على المرمى يا بلياردو 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 يا عزيز التعادل أبو سعود يا فدي الوعود أبو سعود يا فدي الوعود يا لو جت الكورة في الإعادة دي ثلاث كورات الجمهور غير الأمور يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. وفي هجمة بثلاث أرواح لفريق كابتن أربعة رفضت الكرة تهز الشباك أكتر من مرة. لحد ما كسر عنادها أيمن أبو السعود وسجل هدف التعادل لفريقه. ازاي عايز يضغط ازاي بكل الخطوط طارق السيد ياما صار وقال مره تانية تمرير على ارض خطير 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 يا ويطلع امسك الكره امسك الكره امسك الكره امسك الكره الاول اقف على الكور اقف على الكور اقف على الكوره مندي نص ملعب نص ملعب يا ولد مع بعض يا ولد يا ولد يا ولد عبد الرحمن هاي حمو هاي عبد الرحمن كاكو ولكن تقطع الكوره نص الملعب اسماعيل يحيوي اخر كوره بيصفر الحكم على البدوي ليونيا الشوط الاول بالتعادل 1-1 في مباراه قويه جدا في اول مباريات الكابيتانو المهاره عنوانه هروح استراحه قصيره ثم نعود نلقاكم مع احداث الشوط الثاني الى اللقاء مرة تانية والشوط الثاني على يمنا حيكون فريق طارق السيد على شمالنا أحمد الكاس بالأسود أول الكرات يطلع من قلب الدفاع في اليمين يوسف نصير مرة تانية ترجع الكرة نص الملعب إسماعيل يحيى يلعب الكرة جوه 18 حماد ولكن يطلع الكرة كويس قوي عمرو حمو ياخد فاول بيبدأ الشوط الثاني بنفس الحماس وبضغط عالي من فريق كابتن طارق السيد كرة خطر قوي بيوقف في الحيطة الحارس عمر البدوي برا يلا زياد يلا 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 حاج يلا حاج حمو يلعب الكرة لقدام بيكمل مع الكرة عبد الرحمن عبود ولكن تتقطع وتروح مرة تانية عند عبد الله عيد اللي بيجري في الشمال عبد الله عيد في الشمال بمرر الكرة حلوة قوي على الأرض يا ولد يا عادي حلوة قوي إسماعيل يا ولد يلعب الكرة مرة عند سمكة اللي عنده الحركة يا وتطلع الدفاع مرة تانية ضغط عالي قوي ضغط عالي قوي مصطفى ياخد رمية ضربة حرة يلا إسماعيل بقى يلعب الكرة اسماعيل يلا وكان واضح ان كابتن طارق السيد مركز مع لعيبته على الضربات الثابته اللي كانت مصدر خطوره كبيره ليهم كويس السمع مره تانيه تروح لطارق السيد جوه ال 18 خطوره بالصعود يلم الكره بالصعود يلعب الكره لقدام ولكن يضغط عليه كويس قوي فريق طارق السيد طلع مره ثانيه عايز يعدي عبد الله عيد انفرادي فين عبد الله عيد يا 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 يا
المهارة الفردية كانت أحد الحلول اللي لجأ ليها فريق كابتان وثلاثة، وخصوصاً اللاعب عبد الله عيد اللي مر بمهارته وسدد كرة مرت جنب القائم بسنتيمترات قليلة. مرة تانية عايز يلعب الكرة على الأرض يطلع حد فاهم. الله لوكاكو! لوكاكو 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 كويس يا هالاند كويس ياه يا محمد أشرف راضي سام عادي لوكاكو الكرة اللي فاتت لوكاكو عملها حلوة 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 الكرة اللي فاتت 2-1 لأن الهدف اللي فات كان أوفسايد ما اتحسبش صح 2-1 لكن لوكاكو حلوة قوي أيمن ما بتخش جوه قوي كده تعال كمان شوية هنا عبد العزيز محمد ابن حلوان كان في التشكيلة من أفضل التشكيلات كان هو أفضل تشكيلة للكابيتانو في أول المواسم في آخر الإحصائيات يلعب الكرة حلوة قوي يا ولد عايز يعدي عصمت يا سمكة سمكة عنده حركة عنده حركة سمكة محمد السيد سمكة يا تعادل 2-2 2-2 هذه كرة حلوة قوي سمكة الرد ما تأخرش كتير ورجعت فرقة كابيتانو 3 بهدف التعادل في لقطة متشابهة للقطة الهدف الأول أسست من محمد أسمط ولمسة أخيرة في الشبكة بأقدام محمد السيد سمكة اتنين اتنين التعادل مرة تانية في اليمين عند عبد الرحمن عبود عبد الرحمن عبود يعدي من واحد واثنين عايز يلعب الكرة على الأرض عند لوكاكو يلعب الكرة عند عبد الرحمن اللي يعدي من واحد واثنين دربكة في الدفاع ولكن عبود يا ولدي عبود وسط أربعة يخلص الكرة يا ولد يا موندي من قدي يعدي حلو قوي موندي يقابله كويس قوي ويكمل لقدام وتبقى رمي التماس احنا الثلاثة في حتة واحدة بص هيلعب الكرة لطارق السيد على الأرض عند حازم اليماني حازم اليماني يعدي من واحد واثنين حازم اليماني حازم اليماني حازم اوه اوه يشيل الكرة بشكل تاني من حازم يماني عمرو البدوي ياه ياه يا ترجع مرة تانية على الأرض ضغط من فريق طارق السيد عايز يعدي فاول هنا لمست ايده لكن اللي احيا الكوره عبد الرحمن مصطفى اسم واحد عمر جو كوره في مكان خطر قوي يلعب الكوره مش معقول عمل حلول اسماعيل يحيى اسماعيل متخصص الكرات الثابته اطلع يا سعد يلا جول يلا اسماعيل سمعة شوف الإعادة عمرو البدوي ابن المنصورة راح مع الكورة اهو في الإعادة راح كويس قوي عملها حلوة قوي اسماعيل عملها حلوة هو متخصص الكرات دي عبود عبود يلعب الكرة لوكاكو هاتو خد ويجي له عبود يغير اتجاه الملعب حلو قوي عند ابو السعود ابو السعود ابو السعود ابو السعود يا ولد يا ولد يا ولد اوفسايد وفي وسط مكان التعادل مسيطر على المباراة بيظهر ايمن ابو السعود علشان يسجل الهدف الثالث لفريق كابيتان 4 وسط فرحة جنونية من اللاعب لكن فجأة بيلغي الحكم الهدف لوجود حالة تسلل كابتن احمد الكاس ما كانش مقتنع بالقرار خالص وطالب الحكم باللجوء للفار ما فيهاش حاجه يا كابتن ما فيهاش حاجه يا كابتن ما فيهاش حاجه خالص
هنشوف. الكرة هدف. كده يا كابتن. الفار قال مفيش هزار. الكرة هدف. يلا 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 يلا. الفار غير القرار. بيأكد الفار صحة الهدف. واستفراحة كبيرة لكابتن أحمد الكاس وفريقه. الكرة هدف. يا غزال يا غزال. هذه الكرة بتاعت لوكاكو. كيريلها غزال. يا ولد. أبو السعود يافي بالوعود. غزال عالي العال. ابن المنصورة. يلعب الكرة ويطلع من جوه الدفاع. دي وقت بدل ضايع. محمد أنديل. بص الكرة. أيمن أيمن ارجع أيمن. تروح مرة تانية. عايز يلعب الكرة في اليمين. لوكاكو 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 لوكاكو. لكن يتصدى الحارس عبد العزيز. يلعب الكرة ايده رجل. يلا يلا يلا. كويس كويس كويس. 3-2 على كويس. مبروك يا كابتن. وتنتهي المباراه الثانيه كده. خلص الماتشين. شفنا ال 50 لاعب والكوره ستنتقل الى المدربين والكشافين اللي تابعوا الماتشين وال 50 لاعب علشان نعرف مين ال 10 لعيبه اللي هيطلعوا على اسبانيا.